إذن هو أجل إنه كذلك. إنه الموت. كم أعشق تلك اللحظات. هل هذه هي الحياة التي حدثتني عنها؟ أبدأ من أين؟ أنا أيضا قلت كذلك. الكليتين أحب القطع إلى قلبي. أنت تشق جسدي يا أبي. إني أشعر بذلك المعدن الحاد الذي يمزقني. هل تم التخدير بطريقة جيدة؟ أشعر أن هناك خطأ ما في التخدير. إنها تتألم وتزعجني. هل أستدعي مسؤول التخدير يا دكتور؟ كلا، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. أليس كذلك يا صغيرتي؟ لماذا خدعتني؟ لم أردعك، فقد تركت تعيشين في سعادة. وماذا ستفعل بجسدي؟ سأفرغ بعضا منه في أجساد المحتاجين ليعيش. أليس كذلك؟ أجل، ليعيشوا حياة سعيدة. وأنا يا أبي ألم يكن من حقي أن أحيا حياة سعيدة؟ انظري، انظري كما هي بصحة جيدة. أعلمين إنها تساوي الكثير. أمل لي بعضا من الوقت أنظر فيه إلى الحياة التي بالغالب. تنظرين القلب يا دكتور. انتظري، تريد أن تنظر. أرى عينه أولا. إني لا أرى، إني أتخيل. ولا أتألم. لؤلؤتين، أنا أحمل لؤلؤتين. أعلمين لماذا سأموت يا أبي؟ لأنك وجدت من أجل هذا. وجدت لأموت. فيعيش أناس آخرون يستحقون العيش. إلى أين سوف أذهب؟ الآن جاء وقت القلب. ما الذي سأجده بعد الموت؟ أعتقد أنه لا يوجد شيء. أما أنا فأعتقد أن هناك من ينتظر. أجل، هناك من ينتظر.